صباح الخير للا وفاء جريد من مدينة أكادير، مغنية معروفة. بنا نخليو لك الفرصة أننا نعرفوا وتعرف الساكنة ديال مدينة الصويرة التواجد ديالكم حاليا بمدينة الصويرة. أولا أنا جيت فرحانين لأننا جينا لنا واحد العمل فني في مدينة الصويرة، وهذه كانت فرصة نكتشفوا. أنا شخصيا يعني أول مرة كنت في الصويرة وتواكل هذا المعهد جميل بزاف وعنده واحد طابع خاص. جينا اليوم كنشتغلوا على واحد الأغنية بمناسبة عيد المرأة 8 مارس، الحفل منظم بشراكة مع ولاية مدينة أكادير. الأغنية هي من طرف من كلمات أستاذ هشام المغربي وألحان السي عبد الصمد عمارة اللي هو المدير المعهد الموسيقي، تبارك الله عليه موسوعة ما شاء الله من الألحان ومن الأنغام وتبارك الله عليه معنا ما نقولوا. دونك جينا اليوم باش نتمرنوا على هذه القطعة، وسبق له وجا على مدينة أكادير درنا تمارين، واليوم جينا باش نخدموا مزيان على هذا العمل، وتبارك الله خرجنا بنتيجة مزيانة ونتمنى التوفيق للجميع. إن شاء الله، شكرا لك.